سنتابع معك ومع المشاهدين هذه المشاهد التي سنبثها لكم في هذه اللحظات للقصف والاستهداف الإسرائيلي لخان يونس جنوب قطاع غزة. قبل قليل الاستهداف كان كبيرا، مربع سكني كامل تم استهدافه من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، كما نشاهد عدد كبير من المواطنين تم استهدافهم في ساعات المساء. أعداد من الشهداء والإصابات وصلت إلى مجمع ناصر الطبي، تم الحديث عن أكثر من 36 من الشهداء وصلوا إلى المستشفى، بالإضافة إلى عشرات الإصابات. سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة السكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة، أدى إلى وجود هذا العدد الكبير من الشهداء والإصابات. مربع كامل، مربع كامل، الله لسه منعه، حسبي الله ونعم الوكيل. إبعد مربع كامل، مربع كامل، الله لسه منعه، حسبي الله ونعم الوكيل. إبعد مربع كامل، مربع كامل، الله لسه منعه، حسبي الله ونعم الوكيل. إبعد مربع كامل، مربع كامل، الله